تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. أول فرقاطة مصرية الصنع تنضم إلى الجيش العاشر في العالم. مصر احتفلت بأول سفينة عسكرية مصرية أنتجتها ترسانة الإسكندرية، انضمت القوات البحرية المصرية. مصر الآن بتمتلك الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي. في تحديات كبيرة جدا في البحر المتوسط، تحديات كبيرة جدا في البحر الأحمر، مشكلة اللاجئين وتهريب السلاح وما إلى ذلك في البحر المتوسط، إنما كمان المشكلة عند باب المندب ومشكلات أخرى تهدد البحر الأحمر. علشان كده في إطار استراتيجية كاملة لتحديث الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي، تم تطوير القوات البحرية المصرية. دلوقتي القوات البحرية المصرية من أكبر 10 قوات بحرية في العالم، والجيش المصري من أكبر 10 جيوش في العالم. الجديد أن هذه الفرقاطة التي تم إنتاجها في مصر هي أول فرقاطة مصرية الصنع تنضم إلى القوات البحرية المصرية. الأمر ليس فقط تسليح الجيش المصري الذي أصبح فيه حاملات مروحيات وفرقاطة مصرية الصنع وأسطول شمالي قوي وأسطول جنوبي قوي، بالإضافة إلى باقي القوات المسلحة المصرية المتميزة للغاية، وإنما الأمر أيضا يتعلق بالتدريب، ليس فقط التسليح وإنما التدريب. كثيرة هي المناورات العسكرية في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر. إذن في استراتيجية كاملة لتحديث الجيش المصري، فيها أحدث الأسلحة من العالم، إنما الآن أيضا أحدث الأسلحة من إنتاج مصري. القوات البحرية هي القوات البحرية رقم 10 في العالم، انضمت إليها الفرقاطة المصرية، هي أول فرقاطة محلية الصنع تنضم إلى القوات البحرية المصرية. الشيخ حمد بن جاسم نقل عن ابن خلدون كلاما غير صحيح. الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني وزير خارجية ورئيس وزراء قطر الأسبق عمل تغريدة على تويتر كلها غير صحيحة، لأن كلها منسوبة إلى مؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون، مع أن ابن خلدون لم يقل شيئا من ذلك. الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني كتب تغريدة طويلة تحت عنوان، أو علق عليها إنها تحت عنوان عندما تنهار الدول، وكتب وقال هذا ما قاله ابن خلدون في مقدمته عن أمور الدول. لما نشوف هذا الموضوع من الناحية العلمية غير صحيح، ابن خلدون ما قالش حاجة من اللي قالها الشيخ حمد بن جاسم. الشيخ حمد بن جاسم أخذ من واتساب أو أخذ من فيسبوك أو أخذ من أي موقع في الإنترنت ونقل عن ابن خلدون، لكن لم يقرأ كتاب ابن خلدون، ولم يقرأ نص لابن خلدون، ولم يعتمد مساعدوه على ابن خلدون، وإنما اعتمدوا على قصاصات أو نثريات ما بين واتساب وما بين فيسبوك. ابن خلدون له نظرية عظيمة، وابن خلدون أحد أعظم علماء الاجتماع على مر التاريخ. عبد الرحمن ابن خلدون له نظرية كبيرة في قيام وسقوط الدول، هذا صحيح، بدايات الدول ونهايات الدول، ابن خلدون له نظرية كبرى في هذا السياق، لكن ما نقله الشيخ حمد آل ثاني لا أساس له ولا صلة له بما قاله العلامة ابن خلدون. وكان ينبغي أن الشيخ حمد أو مساعديه اللي كتبوا هذه التويتاية أن هم يبصوا حتى على اللغة، اللغة غريبة جدا، احنا بنتكلم على لغة بقالها قرون، لغة العلامة ابن خلدون، ونتكلم على لغة معاصرة، واضح تماما ان اللي كتب هذا النص كتب لغة معاصرة. اما نشوف في مفردات مثلا زي القومية، ابن خلدون كان بيستخدم مصطلح العصبية وليس مصطلح القومية، مصطلح القومية مصطلح حديث، ابن خلدون كان يستخدم مصطلح العصبية، وبالتالي كان ممكن ينتبه كاتب النص الشيخ حمد آل ثاني ان ده نص غير صحيح، لأن في مفردات معاصرة لم تكن مستعملة في ذلك التوقيت. أيضا كلمات زي التأهب، العمالة،
المبادرات، الانتهازيون، المشروعات، كل دي كلمات حديثة ومعاصرة لم تستخدم هذه الكلمات في الأدبيات الكلاسيكية أو عند العلامة ابن خلدون أو عند معاصريه أو عند سابقيه. هذه كلمات حديثة زي المشروعات، الانتهازيون، المبادرات، العمالة، التأهب، كل هذه الكلمات تستخدم في الأدبيات الحديثة والمعاصرة ولم تستخدم من قبل العلامة ابن خلدون. وبالتالي كان مناسبا للغاية أن يبذل الشيخ حمد آل ثاني جهدا جيدا وأنه يلجأ إلى الكتاب وأن يقرأ من كتاب وليس من واتساب أو من مواقع مختلفة على الإنترنت. ورغم أن في مواقع كتيرة لصحف كتيرة نقلت هذا النص نسبته لابن خلدون، إنما كان الأنسب أن الشيخ حمد آل ثاني يلجأ إلى الكتاب الأصلي أو يكلف مساعديه باللجوء إلى هذا الكتاب بدلا من اختلاق نص لا أساس له ولا وجود له عند العلامة ابن خلدون الذي كتب عن انهيار الدول لكن لم يكتب بهذا الأسلوب المعاصر ولا هذا النص المختلق. إدلب آخر معارك الحرب السورية. إدلب بعد 7 سنين من الحرب الحكومة السورية قررت أن هي تدخل إلى إدلب. الوضع معقد في إدلب، وتكلمنا قبل كده عن هذا الوضع المعقد. أمريكا موجودة، تركيا موجودة، روسيا موجودة، طبعا سوريا موجودة، جماعات متطرفه من كل اتجاه موجودين، تنظيم القاعدة بالأساس موجود في إدلب وبعض تنظيمات المعارضة المدنية، لكن الأقوى على الأرض هو تنظيم القاعدة. في نهاية المطاف أمريكا وافقت على أن الحكومة السورية تدخل إلى إدلب في اعتراض دبلوماسي، وإن لو حصل حاجة للمدنيين ممكن نضرب، ولو حصل ضربة كيماوية هنرد، كل هذا الكلام اتقال. إنما في المجمل في موافقة أمريكية على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. روسيا بالطبع تساند الحكومة السورية في الدخول إلى إدلب. تركيا توافق على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. الرئيس أردوغان بيقول كلام كتير جدا في هذا السياق، إنما بغض النظر عن كلام الرئيس أردوغان تركيا توافق على دخول الحكومة السورية إلى إدلب. تحفظات كلها ذات طابع دبلوماسي ومجرد إرضاء الرأي العام في تركيا، إنما تركيا توافق على السياسة السورية وتوافق على السياسة الروسية وتوافق على دخول السلطات السورية والجيش السوري إلى إدلب، عكس ما كان يقال في السابق، وكان في تهديدات لو حصل ده هنرد بكذا أو كذا أو كذا. إيران طبعا توافق وتساند وموجودة في بعض العمليات. ألمانيا توافق، الصحف قالت إن الزعيمة ميركل كلمت الرئيس أردوغان، كلمت الرئيس الروسي بوتين، وألمانيا تحفظات دبلوماسية أيضا، إنما ألمانيا توافق على دخول الجيش السوري إلى إدلب. الأمم المتحدة أيضا توافق، تتحدث عن إنه لازم ممر آمن، لابد إن المدنيين ما يحصل لهمش حاجة، المدنيين يخرجوا بأمان. مستورة قال إن ممكن الناس لو هم ما خرجوش في أمان هم مسدد نفسه يروح عشان يخرجهم بأمان. في المجمل كل هذا الكلام معناه أن الأمم المتحدة توافق وأن تركيا توافق وأن هذه القوة اللي كانت قبل كده ممكن تعرقل هذه الخطوة لم تعرقل هذه الخطوة الآن. ما هي الدروس المستفادة من معركة إدلب حيث وافق الجميع؟ نمرة 1، 7 سنوات في لا شيء. لما تقول ل7 سنين الحرب السورية دي كانت في ايه؟ لا شيء، انما قتلى كتير جدا، مصابين كتير جدا، دمار هائل، اكتر من $1 تريليون خسائر، ترويع مجتمع بالكامل. وبالتالي بغض النظر عن الاطراف المشاركة، انما في نهاية المطاف حصاد الهشيم بعد 7 سنوات حصاد المر في سوريا، انه في النهاية بعد كل ده لا شيء حدث غير تخريب وتدمير الدولة السورية وأيضا تكسير الجيش السوري. نمرة 2، المصلحة هي الأساس. قبل كده كان كلام كتير جدا عن بشار الأسد والحكومة السورية والنظام السوري وكل هذا الكلام، ناس كتير جدا ابتلعت كلامها ولم تعد تتحدث في هذا الإطار. لما كانت المصلحة يقولوا هذا الكلام اتقال،
لما بقت المصلحة مش مع هذا الكلام اتغير الكلام تماما. المصلحة سيدة الموقف في سوريا وفي غير سوريا، ده درس في مفهوم المصلحة في العلاقات الدولية. نمرة ثلاثة، إن البعض بيراهن على خلاف أمريكي روسي ويتصور زي زمان ممكن حرب عالمية ثالثة تحصل نتيجة هذا الاختلاف في بعض الملفات، إنما هنا بندرك إن في حدود للاختلاف الروسي الأمريكي، وإن رغم الخلافات الكبيرة جدا في سوريا إلا إن روسيا تمضي طبقا لسياستها وأمريكا توافق. إذا بقى اللي يراهن إن موسكو واشنطن في حالة صراع تام وإنه يضع في حساباته هذه الصراعات باعتبارها معطيات أساسية في اتخاذ القرار يبقى مخطئ. وقت الجد في تسوية، وقت الجد القوى الكبرى بتعمل حساب بعضها، وقت الجد روسيا لما دخلت الأمريكان انسحبوا، ولما روسيا قالت هنروح إدلب الأمريكان صمتوا، وأيضا في ملفات تانية بيحصل فيها العكس. إذا في حدود للصراع بين روسيا وبين أمريكا، يجب أن توضع هذه الحدود في الاعتبار عند صناع القرار. نمرة أربعة، الأمن البعيد. أن الرئيس بوتين قال إنه هيروح هناك علشان خاطر يحمي روسيا، لأن هؤلاء المتشددين هيرجعوا بعد كده إلى روسيا. دي مجرد كده جامعة بيدرسوا فيها، مجرد مختبر بيبحثوا فيه، إنما بعد ما ياخدوا بقى منحة في داعش سواء في سوريا أو العراق هيرجعوا لما يتخرجوا بعد كده يروحوا إلى روسيا. الهدف الرئيسي القتال في روسيا، ده مجرد تدريب في العالم العربي، إنما المعركة في روسيا. عشان كده روسيا ذهبت إلى البداية حتى لا تتعب في النهاية. وده برضو درس آخر، إن الدول ممكن تخوض معارك بعيدة جدا عن أراضيها من أجل الدفاع عن أراضيها، إن في خطوات استباقية لحماية الأمن القومي. نمرة خمسة، تركيا خسرت كثيرا في إدارة هذا الملف. بعد ما كانت قبل كده بتقول صفر مشاكل، بقت مشاكل كتيرة جدا، بقى صفر سلام وصفر وئام مع المنطقة. لما تحسب الرئيس أردوغان كانت إيه حساباته في هذا الموضوع، هتلاقي إن في النهاية لا شيء. كل شيء حسبه الرئيس أردوغان كان خطأ في سوريا، كل شيء تقريبا. يوم الجمعة اللي فاتت قعدوا مع بعض الثلاثة، الرئيس الروسي، الرئيس التركي، الرئيس الإيراني، وفي النهاية وافقت تركيا على السياسة الروسية وعلى السياسة السورية الرسمية بعد 7 سنوات من الصدام و7 سنوات من التدخل التركي في الأراضي السورية. إذا في مكسب كبير لروسيا من الحرب السورية، ففي خسارة فادحة لتركيا في الحرب السورية، وأكبر خسائر الخسارة الأخلاقية أن تركيا قالت كلاما ثم صمتت فيما بعد ولم تتحدث حين تغيرت موازين القوى، أو قالت كلاما حين قالت أمريكا كلاما، وهي توقفت أمريكا توقفت تركيا. واتضح الآن أن الموقف الأصلي هو أمريكا وأن الموقف التابع هو تركيا. نمرة ستة وأخيرا، الأمم المتحدة مجرد جهاز إعلامي. محدش يقدر يراهن كتير جدا على الأمم المتحدة. احنا بنلاقي في الآخر تصريحات وتحدث رسمي، وتحدث رسمي، بنلاقي الأمين العام للأمم المتحدة بيتكلم، يعني مؤتمرات صحفية. وما تعرفش الأمم المتحدة إلى أي مدى هتستمر سلبية، وإلى أي مدى ما عندهاش موقف قوي يتم الاعتماد عليه. ليس فقط إن الأمم المتحدة تردد الصوت الأمريكي أو هي صدى لصوت واشنطن، إنما كمان كل ما تسمع تصريحات الأمم المتحدة تشعر أن عدم وجود هذه التصريحات لن يؤثر في شيء. الأمم المتحدة تحولت من مؤسسة سياسية كبرى إلى مؤسسة إعلامية تتحدث فحسب. موجز كتاب بوب وودوارد الجديد عن الرئيس ترامب. بوب وودوارد هو أشهر صحفي أمريكي، كلنا عارفينه مما قرأنا عن نكسة عن الرئيس نيكسون. بوب وودوارد هو اللي كشف فضيحة ووترجيت اللي تورط فيها الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. لما بيتكلم بوب وودوارد الكل بيسمع، وأي كتاب بيطلعه عن رئيس أمريكي الكل بيسمع ماذا يقول بوب وودوارد.
بوب وودوارد عمل كتاب جديد عن الرئيس ترامب بعنوان الخوف، كتاب عن الرئيس ترامب وعن عصر الرئيس ترامب، وهذا الكتاب عامل ضجة كبيرة جدا في أمريكا، ومفروض أنه يصدر خلال أيام قليلة، الخوف ترامب في البيت الأبيض. واشنطن بوست نشرت أنه الرئيس ترامب كلمه وقال له أنت شخص موضع ثقة وكلامك محترم وراجل صادق ومحايد، يعني معنى المكالمة كده، وبالتالي عايز أعرف اللي حصل. فقال له أنا طلبت قبلك وانت ما قبلتش. قال له لا ما حصلش، قال لا عندي الوثائق اللي تؤكد ان مساعديك بلغوك وانت رفضت. قال له افهم من كده ان الكتاب سلبي، يعني بينتقد الرئيس ترامب. فقال بوب وودوارد الكتاب ينتمي لامريكا وليس لدونالد ترامب. دونالد ترامب هاجم الكتاب وقال ان هو جاي في وقت عشان يأثر على الانتخابات الأمريكية علشان يكون ضد الجمهوريين، وقال إن كتير فيه كلام كذب، وإن وزير الدفاع قال الكلام اللي جاء في الكتاب كذب، ورئيس الأركان قال إن الكلام اللي موجود كذب، وإنه بوب وودوارد لم يعد صادقا. ماذا جاء في هذا الكتاب؟ أبرز ما فيه حتى الآن نمرة واحد إن مساعد الرئيس ترامب أخفوا عنه معلومات كتيرة جدا، يدخلوا على المكتب البيضاوي ويشيلوا ملفات من قدام الرئيس، خايفين ان هو ياخد قرارات تبقى قرارات صعبة جدا او مضرة جدا، وبالتالي مساعديه بيخشوا لوحدهم يسحبوا ورق من قدام الرئيس علشان ما يمضيش عليه علشان ما يضرش امريكا. المستشار الاقتصادي للرئيس ترامب كان بيشيل ورق من قدام الرئيس عشان ما يشوفوش، كان قبل كده في ورق المفروض يمضي عليه، لو كان مضى كانت امريكا خرجت من اتفاقية النافتا التجارة الحرة لامريكا الشمالية. في ورق تاني لو كان مضى كان الغى اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية. فتخيل بقى ان طاقم الرئيس بيشيل من قدامه الورق خايف ان هو يمضي بطريقة غير مسؤولة تؤدي الى الحاق الضرر بالامن القومي الامريكي. ايضا جاء في الكتاب ان الرئيس ترامب بيتصرف بطريقة متعجلة جدا وان ما فيهاش اي حكمة، وانه انفعالي مش انفعال يليق برئيس امريكا، وان هو لما ارى حاجات عن سوريا قال لوزير الدفاع يجب ان تقوموا باغتيال الرئيس السوري بشار الاسد، وان لابد من اغتيال بشار. الا انه بعد كده ماتيس وزير الدفاع مشي قال له احنا هننفذ كده هنغتال بشار، الا انه لما مشي رجع تاني بعد كده هداه وقال له ان احنا هنعمل ضربة محدودة في سوريا. وقال وزير الدفاع ان مستوى العقلي للرئيس ترامب مستوى العقلي لطفل في 6 ابتدائي. دي الجملة الاعنى في هذا الكتاب، هي كلمة وزير الدفاع الامريكي عن الرئيس ترامب، ان المستوى العقلي للرئيس الامريكي دونالد ترامب لا يزيد عن المستوى العقلي لتلميذ في 6 ابتدائي. ايضا الموضوع الثالث هو الموضوع الخاص بمجمل سياسات الرئيس ترامب اللي هي ما فيهاش دراسة ولا عمق ولا فهم الامور، وانما ادارة سطحية جدا عشوائية جدا حسب ما جاء في هذا الكتاب. وبالتالي في لوبي جوه البيت الابيض من رجال الرئيس ترامب وإدارة الرئيس ترامب ومساعد الرئيس ترامب بيشتغلوا ضد الرئيس ترامب لمحاولة إنقاذ أمريكا من الرئيس. هذا أبرز ما جاء في كتاب بوب وودوارد الخوف ترامب في البيت الأبيض. إنما وزير الدفاع نفى إن هو قال إن مستوى ترامب مستوى تلميذ في 6 ابتدائي. رئيس الأركان نفى ما نسب إليه. موضوع اغتيال بشار الأسد تم نفيه أيضا. إذن في هذا الكتاب اللي بيحظى بالاحترام الكبير جدا في أمريكا نتيجة إن مؤلفه بيحظى بالاحترام الكبير، إنما كمان في رد من رئيس ترامب أن هذا الكلام غير صحيح. ده كتاب من سلسلة كتب كلها تقريبا تهاجم الرئيس ترامب، يعني إلى الآن ما فيش كتاب محترم ذو وزن في أمريكا يدافع عن الرئيس ترامب، إنما في قرابة 10 كتب لمؤلفين مهمين إما بحكم مستواهم الفكري أو مستواهم السياسي بيهاجموا الرئيس ترامب،
كده كل شويه في تقريبا كل شهرين ثلاثه في كتاب مهم يهاجم الرئيس الامريكي ترامب، انما ده الكتاب الاهم لان مؤلفه والكاتب الاهم بوب وودوارد. ريتشارد نيكسون على اثر كتاب بوب وودوارد خرج من الرئاسه الامريكيه، فهل يخرج الرئيس ترامب كما خرج ريتشارد نيكسون؟ البعض بيقول وارد جدا ان الرئيس ترامب يخرج من البيت الابيض كما خرج ريتشارد نيكسون. ريتشارد نيكسون بالنسبه للامريكان هو ووتر جيت، هو الخروج من الرئاسه بعد هذه الفضيحه السياسيه الشهيره. لكن نيكسون بالنسبه لاخرين في الخارج هو كاتب الكتب المهمه، وبالنسبه للمصريين هو الرئيس الامريكي الذي زار امريكا في عهد الرئيس السادات وزار الاهرامات في مشاهد لا تزال باقيه ومؤثره. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.